حياكم الله مشاهدينا الكرام. يعتبر ملف التعليم في العراق من الملفات المهمة والحساسة، خصوصا في ظل تقلبات الواقع العراقي من احتلال وتدمير للبنية التحتية. كل هذه ألقت بظلالها على الواقع التعليمي في العراق، وأسباب عديدة وكثيرة أدت أن يكون التعليم في العراق في حالة لا يحسد عليها. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش ملف المدارس من ناحية الأبنية، ناحية غياب شغف الطالب بالتعليم، وأيضا تسرب التلاميذ من المدارس. كل هذا وأكثر سنناقشه بحلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الخوض بالتفاصيل تعالوا نشوف هذا التقرير وراجع لكم. عند التطرق إلى مشاكل البلد لابد أن نعرج على جانب مهم، ألا وهو الجانب التعليمي، وبالخصوص الأبنية المدرسية وتشييدها. هذا الجانب اللي تقريبا مهمل بالنسبة للجهات المعنية، فالبنى التحتية تعاني النقص الشديد من عدم توفير مدارس، أو قد تكون قديمة جدا ومتهالكة، بالتالي راح تضعف قدرتها الاستيعابية للتلاميذ. هذا الواقع المتهالك للمدارس بالعراق راح يأثر حتما تأثير سلبي على التلاميذ ودراستهم، بالتالي الطالب يحتاج إلى مكان مريح والمناسب للتعليم. كيف إذا كانت المدارس الطينية تجتاح المؤسسة التربوية؟ بالمقابل المدارس الأهلية تكون بناء حديث وجميل. هذا راح يلعب دور مهم بتوجه الأهالي إلى تقديم أبنائهم إلى المدارس الأهلية للحفاظ على سلامتهم من أوبئة الأوساخ وسقوط الجدران المتهالكة. من هنا تتجه المطالب إلى وزارة التربية بإيجاد الحلول والمعالجات اللي تنقذ واقع المدارس والحفاظ على ديمومة التعليم، بوضع الخطط الاستراتيجية اللي تنظم وتضبط عمل الشركات اللي تتعاقد معاها للمحافظة على المال المخصص للأبنية الدراسية من الاختلاس أو عدم بذلها في العمل الصحيح. إذن مشاهدينا الكرام، بعد ما رجعنا من التقرير، مع بداية كل موسم دراسي جديد تتكرر الوعود والأقاويل ببناء مدارس جديدة، بترميم المدارس القديمة، بتوفير مستلزمات اللي يحتاجها كل طالب بالمدرسة، لكن نشوف أنه ولا شيء يصير ولا يتحقق، مجرد كلام بدون فعل. إذا أجينا حكينا على فترة بعد 2003، بعد 2003 كشفت لجنة التربية عن حاجة العراق، طبعاً لجنة التربية في مجلس النواب، إنه حاجة العراق إلى 6000 مدرسة حتى يستوعبون النقص الحاصل في الأبنية المدرسية، حتى يتخلصون من دوام الثنائي وغيرها من التفاصيل. من الحلول الترقيعية والحلول على أساس إنه هي حلول مؤقتة، اقترحت الحكومة أنه يكون هناك مدارس عبارة عن مدارس كرفانية، وهذه هي راح تخفف الزخم الحاصل في بعض الأبنية المدرسية. تخيلوا موقف أنه مدرسة يعني من الكرفان مسويها، هو كرفان يعني، ونشوف أنه طالب في فترة الصيف شنو وضعيته، هو الكرفان عبارة عن مواد يعني حديد ويكون عازلة، وفترة الشتاء شلون، فالله يساعد الطالب. هذا على أساس حل مؤقت، لكن شفنا هذا الحل المؤقت استمر ويانا لحد 2022، ما شفنا ولا ألف مدرسة من 6000 مدرسة. على أساس هذا، في ظل النمو السكاني اللي نعيشه الآن ومقبلين على سنة 2023، نشوف أنه التقديرات تشير إلى حاجة العراق الآن في الوقت الحالي إلى أكثر من 10000 مدرسة حتى نتخلص من الدوام الثنائي والثلاثي، وحاجة العراق إلى 20000 مدرسة حتى نتخلص من الاكتظاظ في المدارس. إذن الوضعية بحاجة إلى معالجة سريعة. السؤال يطرح نفسه، يقول إنه ما هي الأسباب اللي أدت إلى تأخر بإنجاز المدارس أو بتنفيذ بأبنية مدرسية جديدة ومن 2003 إلى الآن؟ مدى أهمية زيادة الأبنية المدرسية في الوقت الحالي، على العلم أنه كل صف الآن يتجاوز عدد طلابي أكثر من 50 طالب، بعض الصفوف تصل إلى 70 طالب، شنو هي الأسباب؟ تعالوا نشوف الجواب وراجع لكم. بالنسبة للأبنية المدرسية التي تم إنجازها من قبل محافظة بغداد ضمن الرقعة الجغرافية اللي داخل حدود الأمانة وخارج حدود الأمانة، يعني حدود محافظة بغداد، وللتربيات الستة، 3 في جانب الرصافة و3 في جانب الكرخ، وضمن خطة المتبقية من خطة 2013 وخطة 2019، هو ما يقارب 210 مدرسة
تم إدخالها للخدمة. قسم من عدها كانت متوقفة على قرار 347 لدخول داعش اللعين إلى العراق، وبعدين استئنف العمل بها وراء من 2018، وجدت خطة 2019 من ضمنها. لذلك تم إنجاز 210 مدرسة، المتبقي لحد الآن باقي 50 مدرسة عندنا، بهن 20 إلى 25% نسبة إنجاز جدا عالية بها، توصل فوق 90%. عن قريب العاجل خلال شهر أو شهرين يتم استلامها من قبل التربيات المعنية. هذا هو بالنسبة للواقع التربوي من خلال خطة 2013 و2019. أما بالنسبة الآن بالنسبة لقانون الأمن الغذائي، فأيضا تم رفع عدد المدارس ضمن هذا القانون، حيث تم إعداد خطة متكاملة للتربيات الستة آنفة الذكر، وحسب الكثافة السكانية والاحتياج الفعلي اللي تم رفعه من قبل التربيات المعنية. عندنا مشكلة بالأراضي الموجودة خاصة في المناطق داخل حدود الأمانة، الكاظمية، الأعظمية، المنصور، حي الجامعة، إضافة إلى مدينة الصدر. هناك عدد قطع، لا توجد هناك قطع مخصصة تربويا في هذا المجال، لذلك تم الاستعانة بأن يتم إضافة أجنحة الصفوف إلى في باحات الساحات الموجودة، ساحات الانتشار اللي موجودة داخل المدرسة إذا كانت المدارس ذات مساحات كبيرة، إضافة إلى أنه اتباع البناء العمودي، يعني مدارس 24 صف 3 طوابق، على مود نحل من هذه المشكلة اللي هي قلة الأراضي الموجودة. بالنسبة لبقية المناطق الأخرى ما عندنا مشكلة بالأراضي، خصوصا مناطق أطراف بغداد، لأن موجودة مناطق واسعة. تسعى محافظة بغداد أنه يكون إنجازها على أكمل وجه وبإشراف مباشر من قبل السيد المحافظ المحترم. إذا مشاهدينا الكرام، يعاني قطاع التعليم في العراق إهمال كبير من قبل الحكومات المتعاقبة، وهناك مشاكل كثيرة وعديدة تعاني منها المدارس. من أهم المشاكل اللي تعاني منها هي يعني تهالك البنية التحتية للمدرسة، شكلها أنه هو يكون غير محبب وغير مرغوب به للطالب. شوف تسرب التلاميذ من المدارس بكمية كبيرة وبنسب عالية في العراق، وهذه كلها بسبب أنه عدم توفر مقاعد دراسية مناسبة، وأن توفرت فهي كلها تكون متهالكة. عدم توفر المراوح، 70% من مدارس العراق تفتقر إلى المياه النظيفة، تفتقر إلى الحمامات، المغاسل اللي يحتاجها كل طالب، يعني هذا شيء بديهي، تفتقر إلى وسائل الراحة، وسائل الإيضاح، يعني أمور هي مفروض أنه هي متوفرة بكل مدرسة، وهذا واجب الحكومة وواجب وزارة التربية أنه توفرها. نشوف أنه كل صف يحتوي على 50 إلى 70 طالب، هنا طبعا الطالب ما راح يقدر يستوعب، ما راح يقدر يفتهم المادة بصورة صحيحة، هنا المعلم ما راح يقدر يوصل المادة بصورة صحيحة، وما راح يقدر أنه هو يستقبل أسئلة كل التلاميذ، ما راح يقدر انه هو يسال هل انتم فهمتوا الماده، هل هي وصلت الماده ام لا. زين اذا لا، كم طالب يقدر يستوعبها؟ هي الحصه الدراسيه وقتها قليل، ما راح تقدر انه هي تتنفذ، او ما راح تقدر انه يعني يستوعبها الطالب بصوره صحيحه. بالاضافه الى انه الانشطه ما متوفره بها انشطه حتى يقدر الطالب يربيها. اذا اجينا حكينا انه المدرسه هي اكثر وقت يخضي الطالب يعني بها هي المدرسة، وقت أغلبه هو بالمدرسة، الأشياء اللي يتعلمها وأساسيات الحياة وبنية الطالب والشكل كلها بالمدرسة، فالمفروض أنه إحنا محتاجين معالجة حقيقية. بالإضافة لأنه الدوام يكون الدوام أكثر ثنائي، ثلاثي، وحتى رباعي، بعض المدارس تفترش الأرض، تقعد بالأرض تدرس، وتفاصيل كثيرة وعديدة. إذا أجينا حكينا عن مدارس الحكومية، بعض المدارس دا تسوي دا تطلب تبرعات من الأهالي، هذه التبرعات إنه حتى نجيب لكم مراوح، حتى نجيب مكيفات مبردة، نحكيها بالعامية، نجيب لكم يعني مقاعد دراسية مريحة، نجيب سبورة، وتفاصيل كثيرة.
فهذا الوضع انه دا يضطر الطالب والاهالي انه يتبرعون، لكن بعض المدارس ما تقبل بالتبرع، ما تقبل انه تكون يعني تبرع على نسبه قليله. هنا اصبح انه هي تثقل كاهل المواطن، خاصه محدودي الدخل اللي ما يقدرون يتبرعون. اذا ما تبرع الطالب هنا المعلمه ما راح تنطي اهميه، ما راح تنتبه له، ما راح تعطي الرعايه الكامله، هنا المديره ما راح تقدر تتفاهم وياه وتستقبله. هاي بعض المدارس، بالاضافه الى انه اذا كانت المبالغ قليله ايضا ما راح تستقبلها المعلمه، وكثيره تفاصيل يعني عديده لا تعد ولا تحصى. موضوع بحاجه الى وقفه حقيقيه. سنه 2022 مقبلين على سنه 2023. اذا السؤال اللي هنا يقول ما هي معالجات اللي نقدر نعالج بها الوضع الحالي بالعراق حتى نتخلص من موضوع السلبيات اللي تعاني منها المدارس لحين توفير الأبنية المدرسية الجديدة اللي صار لنا سنين نتحدث عنها. شوف الجواب راجع. يجب أن تكون المعالجات حقيقة يعني حقيقية ورئيسية وصادقة ويعني واقعية. يعني عذرا الموضوع يعني يجب أن تكون مناقشته بشكل جذري، يعني يجب أن نبدأ بالقائمين على هذه العملية، بالمشرفين الذين يتحملون المسؤولية، منهم التي أنيطت له هذه القضية، مثل ما عندما نقول المعمل بمشرفه، المزرعة بمزارعها، الوحدة بآمرها، الدائرة بمديرها، الوزارة بوزيرها. أخي الكريم، مليارات الدولارات انصرفت على الأبنية المدرسية، لكن حقيقة يعني ماكو تناسب. يعني كان إن أجرينا مقارنة بين المبالغ التي صرفت هذه السنوات وبين الواقع الحالي للأبنية، وجود حقيقة شتان وتناقض كبير. فبدءاً أتمنى أن يكونوا القائمين على هذه العملية أو كل العمليات أو كل حقيقة مفاصل الدولة أناس هم محل الثقة والنزاهة والشرف. هذا جانب. الجانب الثاني أخي الكريم، ترى الكثافة حتى بالدوام الثلاثي كثافة بسبب شحة الأبنية، بسبب استهلاك الأبنية، بسبب ضيق الأبنية. هكذا الحال أخي الكريم، الأبنية بشكل عام. أيضا أكو حقيقة واقع آخر، تختلف الأبنية من منطقة إلى منطقة، المناطق الشعبية أكثر كثافة وأكثر حقيقة وضع صعب وحرج، مثلا الحسينية، يعني مناطق شرق بغداد، مدينة الصدر، العبيدي، غيرها، مناطق الأخرى لربما في الكرخ مثلا أبو الشير أو المناطق الأخرى. نعم هذا واضح والواقع يعني كثافة موجودة، وطبعا بلا شك هذا له أثر كبير على سير العملية التربوية أو التدريسية بشكل عام، أثر كبير على واقع المعنوي والاعتباري للمعلم أو المدرس. إذا مشاهدينا الكرام، تعالوا نجري مقارنة بموضوع الأبنية المدرسية بين العراق وبقية الدول. من الدول اللي اختاريناها هي اليابان، طبعا لأن التعليم هو أساس بناء المجتمع. اعتمدت اليابان بعد القصف النووي الأمريكي على الأبنية وبناء المدارس، وطبعا بعد الحرب العالمية الثانية اليابان خلال هذه الفترة هي رجعت إلى الوراء 100 عام. فسوت بعد الحرب العالمية الثانية، حاولت أنه هي ترجع نفسها شيء فشيء. فسوت، تحولت هذه دولة اليابان من دولة متهالكة إلى دولة حديثة، تحولت من دولة منهكة تتلقى المساعدات من بقية الدول، تحولت إلى دولة اقتصادية تقدم المساعدات للدول المتنامية في العالم. إذا الموضوع هنا بحاجة إلى وقفة. هنا اليابان حاولت أن تنهض بدولتها ورجعت أحسن من قبل. إذا حكينا عن الأبنية المدرسية، حاولت أن هي تبني مدارس جديدة، حاولت ترمم المدارس اللي تأثرت من خلال القصف النووي، حاولت أن هي تجدد من واقع التعليم، وفعلا نجحت وأصبحت من المدارس اللي باليابان مميزة جدا. إذا جينا حكينا عن الأبنية فهي جميلة من ناحية الألوان، من ناحية مساحة الصف اللي هو تقريبا 65 يعني قسم الدراسي بها 65 متر. إذا جينا حكينا عن المقاعد الدراسية، إذا جينا حكينا عن وسائل الإيضاح والسبورات والسبورة الذكية وغيرها من التفاصيل،
يعني أمور محببة جدا للطالب. من الأمور المتوفرة بالمدارس أيضا هي الوجبة الغذائية اللي تكون هي مجانية، تقدم من المدارس بطريقة جميلة بقاعات مخصصة لموضوع فترة الغداء. طريقة ترتيب وتعليم التلاميذ جميلة جدا، بالإضافة إلى موضوع المغاسل، الحمامات، يعني تفاصيل كثيرة هي جميلة، بالإضافة إلى الأنشطة، المسارح، الرسوم وغيرها، قاعات الرياضة. يعني هذه أمور ولكأنما مدارس ابتدائية، ولكأنما مدارس صف أول ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي. إحنا هنا بالعراق نشوف إنه هذا الموضوع ما له أي أهمية، نقول هم طلاب صف أول ما لهم ذاك الأهمية والتربية، تمام؟ فهذا الموضوع نحتاج إلى إنه نلقي نظرة على بقية الدول حتى نشوف شنو اللي ميزهم، شنو اللي سووه حتى صاروا بهذه الحالة. إذا حكينا عن المساحات، هي مساحات كبيرة وشاسعة، فضاء كبير مريح للطالب. حتى بأيام العطل الطالب يذهب إلى المدرسة لممارسة النشاطات، ووجود نوادي خاصة بالطلاب وتحديداً طلاب المدرسة الابتدائية. إذا المشاهدين الكرام، راح ننتقل إحنا وياكم إلى دولة أخرى وهي البرازيل، ما راح نناقش الموضوع بكل البرازيل، راح نختار مدينة واحدة من هذه المدن هي مدينة سوبرال. سوبرال كانت تعتبر من أفقر مدن البرازيل، ما كان أحد يتوقع أنه هذه المدينة راح تعيش أو راح تنهض بحالها يوما من الأيام. كانت الوظائف معدومة، الرواتب شحيحة جدا، الأطفال صعب أنهم يبدون حياتهم هناك، بالإضافة إلى طرق تكون هي غير معبدة، مملوءة بالحفريات، درجة الحرارة مرتفعة، وكثير من التفاصيل. صعب أنه أنت تقول أنه في اليوم من الأيام راح نشوف أنه هذه المدينة تصنف أو تصبح مكان مميز للتعليم وللتميز الدراسي. لكن بين ليلة وضحاها، وبسبب القائمين على هذه المدينة، نهضوا بها وحاولوا أنه يكونون مميزين، وفعلا حققوا إنجاز، وأصبحت هناك تقديم التعليم الحكومي أفضل منطقة أو مدينة هي سوبرال، بالإضافة لأنه هي حققت المركز الأول على 5000 مدينة على مؤشر تطور التعليم في البرازيل. وبعد هذا الإنجاز ارتفعت معدلات القراءة والكتابة من 52 إلى 92 أو 95%، أيضا قلت عدد العائلات اللي كانت فقيرة إلى 89%. إذا هذا إنجاز يحسب لمدينة سوبرال، بالإضافة إلى أنه شنو المشكلة وشلون صارت. بعد 1997 حاولوا أن هم يجددون المباني، حاولوا أن هم يبنون مباني جديدة، بالإضافة إلى تجهيزها بالحواسيب وكل المستلزمات، وأيضا تقديم الوجبات، بدل الوجبة الواحدة وجبتين مجانية للطالب، بالإضافة إلى توفير أخصاء تغذية، وأيضا توفير للطالب باعتبار انه هو المكان الثاني المدرسة، وفروا لهم بما يخص يعني مدرس بالصحة العقلية، بما يعتبر طبيب نفسي، بالإضافة إلى انه تدريب المعلمين هناك مرة كل شهر على بعض الأمور اللي تكون جديدة ومستحدثة، بالإضافة إلى انه حاولوا انه هم يميزون الطلاب، بالإضافة إلى انه هم يميزون المعلمات بشلون بانه كل صف يتفوق طلابه راح يكونوا هناك مكافأة للمعلم وللصف. وهذه كلها أمور حاولت بأنه هو بمدينة سوبرال بالواقع التعليمي فيها. إذا مشاهدينا الكرام، ننتقل إحنا وياكم إلى دولة أخرى وهي فنلندا. طبعا فنلندا تعتبر بيئة محفزة ومساعدة للدراسة، تعتبر المدارس هناك فضاء للحياة، يحس به الطالب إنه هو مرحب به. إذا جينا حكينا عن مساحة الصف هو أكثر من 60 متر، إذا جينا حكينا على عدد الطلاب بالصف وهو ما يزيد عن 20 إلى 25 طالب، إذا جينا حكينا عن الدراسة أو المعلمة، يعني هذا الصف اللي بيه 25 طالب ممكن إنه هو يقسم إلى مجموعات من 6 إلى 7 مجموعات، وممكن إنه كل مجموعة يتولاها معلم أو مرشد، وتفاصيل كثيرة. بالإضافة إلى أنه أيضاً على حال بقية الدول في لندن، هي تقدم وجبات مجانية للطلاب، توفير قاعات رياضية، توفير المسارح، وأيضاً
الأنشطة اللي يقومون بها والفعاليات هي من الأمور اللي يرغبها واللي يفضلها الطالب. إذا جينا حكينا على تعامل المعلم أو المدير أو القائمين فهو لا يوصف، يعتبرون حالهم حال الطلاب، يعني بما معناه ينزلون مستواهم إلى مستوى الطالب حتى يقدرون يوصلون إلى نتيجة مرحبة. بالإضافة لأنه مثل ما قلنا الأبنية المدرسية هي جميلة الألوان، حتى توفير مكاتب وهم مدرسة ابتدائية، توفير مكتبات يقدر يقرأ الطالب بها الكتاب لأجله، بالإضافة إلى توفير مكان استراحة متفرقة، ما يقدر الطالب إنه هو يعني تقدر انه انت تضبطه بصف واحد، ممكن هو يتنقل، ممكن هو يقرا من صف الى اخر او من مكان استراحه يقدر يقرا به، هاي كلها متاحه وهذه هي اساليب تكون ناجحه. بالاضافه لانه توفير ايضا الحصص الغذائيه وتكون هناك مشرف خاص على الغذاء الصحي، بالاضافه لانه تكون هناك وجبات متنوعه، وايضا يمنع منع ذات انه هو يجلب الطالب وياه اشياء تكون هي مضره بالصحه كالمكسرات او الحلويات او العصائر، هاي اللي احنا هنا دائما مثل ما نقول بالعراق يسموه حانوت، تمام؟ هناك ممنوع هذا الشيء، المواد المصنعه ممنوعه، كلها مواد طبيه مغذيه للطالب ولعقل الطالب، بالاضافه انه كل يوم من يقدم الطعام لهم يشرح عن الطعام اللي مقدم ومدى فائدته والبروتينات والفيتامينات اللي تكون هي مفيده لعقل الطالب. اذا السؤال هنا ماذا ممكن ان احنا نتعلم من تجربه الفنلندا وشنو ممكن ان احنا نستفاد من عندها؟ ليش ما عندنا هذه الاليه وليش ما نقدر نعتمدها؟ شنو اللي نقصنا؟ حالنا حال بقيه الدول واحنا ليس باقل من فنلندا ولا البرازيل ولا اليابان. تعال نشوف الجواب راجعين. بالنسبه للمدارس خارج العراق او المدارس اللي في الدول التي اولت اهتمام كبير جدا في مجال التربيه والتعليم، وعلى سبيل المثال فنلندا هذه الدولة التي خطت خطوات كبيرة جدا في هذا المجال، مجال التربية والتعليم، طبعا كل ما يعني يوصل لنا انه التعليم في هذه البلدان خطى خطوات واسعة وخطى خطوات كبيرة جدا من ناحية المرافق التربوية التي أعدت للتعليم الحقيقي والتعليم الرصين وفقا لمعايير التعليم الصحيح. هنالك مساحات وضعوها الجانب المختصين في الجانب التربوي، مساحة لكل طالب، مساحة خضراء، مساحة من داخل الصف. أكيد إنه هذا إذا ما أجرينا مقارنة ما بين التعليم في داخل العراق ما نجد إنه هنالك شاسع أو فارق كبير جدا. لا يخفى على المتابع أو المشاهد الكريم أو المستمع، التعليم بصورة عامة يرتكز على أسس أربعة، هذه الأسس تعتبر من الثوابت الرئيسية في مجال التربية والتعليم، ألا وهي الطالب والمعلم والمنهج والبناية. اليوم احنا في العراق حقيقة نلاحظ انه هذه الأسس منهارة أو تشكل عبء، أو هذه الأسس تحتاج إلى إعادة تقييم من جديد. طبعا كل المشاكل اللي مر بها التعليم العراقي هو سوء التخطيط وسوء إدارة الملف التربوي بشكل صحيح، أكيد إنه هذا ألقى في ظلاله، ألقى بالمشاكل الكبيرة اللي يتعرض إلها التعليم بالعراق وأدى إلى تراجع خطير خطير وخطير جدا. اليوم أعتقد التعليم بالعراق بدأ ينحدر وبدأ يتراجع، واليوم هنالك مؤشرات خطيرة جدا وفقا لمعايير دولية. اليوم العراق خرج عن التصنيف العالمي للتربية والتعليم وهذا مؤشر خطير جدا، بعد ما كان العراق يتربع على عرش التربية في مجال التربية على مستوى المنطقة وحتى على مستوى العالم. يحتاج اليوم احنا كيف نضع خطط استراتيجية قريبة وبعيدة المدى من أجل انتشال الواقع التربوي بالواقع المتردي وانتقاله حقيقية يستفيد منها الطالب، وهذا طبعا يحتاج إلى دراسة معمقة ويحتاج تخطيط جاد من قبل القائمين على هذا الملف. وطبعا هذا كله ما يتم إلا بمساعدة الحكومة. اليوم احنا نلاحظ انه اغلب الموازنات التي تعد إلى وزارة التربية هي موازنات بائسة، موازنات لا ترتقي إلى مستوى الطموح. اليوم احنا نحتاج إلى
إعداد المعلم إعداد علمي رصين قوي حتى نأكد أنه جاهزيته لأداء مهمته ورسالته الإنسانية. اليوم المعلم لا زال يعاني، نحتاج إلى إدخاله في دورات تطويرية داخل وخارج العراق، وهذا يحتاج إلى أنه الحكومة تضع موازنة كبيرة جدا قد ترتقي إلى موازنة الأمن والدفاع، وهذا اللي ما إحنا نلاحظه من خلال سنوات التغيير اللي مرت علينا. للأسف الكبير جدا أنه نلاحظ أنه من خلال متابعتنا الموازنة الاتحادية للعراق نلاحظ أنه ما يوضع أو ما يخصص لوزارة التربية أو للمؤسسة التربوية موازنات بائسة، موازنات لا ترتقي لمستوى المهمة اللي يطلع عليها بلدان العالم المتحضر والعالم المتقدم، وهذا يحتاج إلى دعم هذه المؤسسة من أجل بناء دولة حقيقية، دولة رصينة، دولة متعلمة، دولة مثقفة. وأني أعتقد أجزم والجوز الجميع يشاطرني اليوم، حتى الإرهاب اللي أصاب العالم هو نتيجة الجهل والتخلف، وهذا الإرهاب اللي كان سبب مشاكل كبيرة جدا على مستوى العراق بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام. يعني لولا إذا كان هنالك تعليم حقيقي أكيد أنه راح ينتهي هذا الملف في عموم العالم. فنتمنى اليوم القائمين على التعليم بالعراق أن يلتفتوا إلى هذا الأمر الخطير وهذا الأمر المتردي. اليوم العالم حتى الدول الجوار اللي تحيط بالعراق بدت، احنا مو فقط تجربة فنلندا، اليوم احنا كانت إن زيارات على مستوى العالم زرنا وطلعنا على واقع التعليم في هذه المدارس، وجدنا كل ما يحتاج الطالب من ناحية المنهج، من ناحية التعليم، من ناحية الرعاية الصحية، من ناحية كل مستلزمات التعليم هي متوفرة داخل، وهذا اعتقد راح يبعد الطالب عن الدروس الخصوصية، يبعد عن احتياجه للدرس خارج الفترة أو الوقت المخصص للتعليم، وهذا كله يحتاج إلى تخطيط رصين، تخطيط حقيقي من قبل القائمين على هذا الملف المهم وهذا الملف الحيوي. بعد ما استمعنا للإجابة وإذا استمرنا بفقرة المقارنة فإحنا نحتاج إلى حلقات من ليش لا حتى نوصل الفكرة، لكن نشوف أنه نرجع للعراق شنو المعالجات. من المعالجات اللي حاولت العوائل أنه تساعد أولادها أو النهوض بيهم هو شنو؟ هو ارتجعوا إلى المدارس الأهلية. المدارس الأهلية في العراق طبعا في السنوات الأخيرة زادت بكثرة بالعراق، شوف الإعلانات التنافسية والترويجية لهذه المدارس تملأ شوارع بغداد وحتى المحافظات، وهنا الأهالي يشوفون أنه أنسب حالهم وضع ابنهم أو بنتهم بمدرسة أهلية. لكن مو كل المدارس الأهلية على قدر المسؤولية، بعض المدارس الأهلية حاولت أنه تأخذ موضوع الإقبال الشديد من قبل الأهالي على هذه المدارس إلى تجارة وحاولوا أن يتاجرون بهذه فقرة التعليم، استغلوا مساحات صغيرة. ولكن بعض المدارس الحقيقية والأهلية اللي قائمة على فعلاً أنه يساعدون الواقع الحكومي والتعليم الحكومي تحتوي على مساحات واسعة، توفر مستلزمات مريحة للطالب، فالأهل فضلوها تمام؟ على أساس أنه طالبهم راح يكون يحتوي على رعاية أنسب، الصف يكون أعداد الطلاب به قليلين، ابنهم أو بنتهم راح يفتهمون المادة أكثر، راح يحتاجون إلى يعني وسائل إيضاح وراح يكون متواجدة بالمدارس الأهلية، الألوان، الصبغ الجديد، بناية جديدة، ها كلها أسباب أدت إلى أنه الأهل يخلون أطفالهم بهذه المدارس. لكن هل هو هذا حل؟ يعني احنا هذا حلنا اللي وصلنا له؟ هنا هاي ايضا مصاريف كثيره راح تلقى على كاهل المواطن،
حتى هسه الفقير حتى يساعد ابنه وليه يشتغل ليل ونهار حتى يوفر له بيئة تعليمية مناسبة ومريحة. فهنا نحتاج أن الجهات المعنية تلتفت للموضوع بصورة جدية، تحاول أنه تنظر الموضوع بصورة الابن والبنت الحقيقيين، وإحنا بالعراق العراق ليس بقليل، العراق عنده خيرات الله كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى، بحاجة إلى نكون يد بيد حتى نقوم وننهض بالواقع التعليمي في العراق، لأن مثل ما قلنا التعليم هو أساس بناء المجتمع. إذا المشاهدين الكرام كان رأي الأهالي حاضر بحلقتنا لهذا اليوم، تعالوا نشوف الأهل شو يفضلون، المدرسة الحكومية أم الأهلية، ما هي الحلول برأيهم؟ تعالوا نشوف الجواب وراجع. حقيقة المدارس الحكومية صابها بالفترة الأخيرة التلكؤ من حيث أولا وضع المدارس بصورة عامة وأعداد الطلبة التي أصبحت جدا كثيرة في داخل الصف الواحد، يعني أكو مدارس أكثر من 60 طالب، هذا جنبه أحد المشاكل المهمة، وبالتالي قضية استيعاب الطالب وقضية تواصل الطالب مع الأستاذ حتى في النظم العالمية، يعني اليوم المدارس أو الصفوف أو الكلاس لابد أنه لا يعبر 20 من الطلبة حتى يكون أكفد حالة التواصل والاتصال الفعال بين الأستاذ بين المعلم بين الطالب، ولابد أنه أيضا يوفروا له بعض الاحتياجات اللي مهمة من حيث تكييف المدرسة من حيث وضع المدرسة من حيث عفوا حتى الحمامات والنظافة، هذه في الجانب الحكومي ما موجود، وأكو جانب جدا يعني مشخص وبي مشكلة حقيقية وهو دوام الطالب أكثر من شفت، يعني بعض المدارس 3 شفتات صباحي ومسائي، هذا الطالب يعني من يداوم صباحي ومسائي، قضية المسار التعليمي قضية التواصل قضية إنهاء واجبات راح يسبب له كثير من الإرباك، فذلك اتجهنا يعني احنا كوننا آباء كون الكثير من الناس أنا اللي شفته ونحن المدارس الأهلية على اعتبار أنه حجم الصف الواحد ما يعبر 20 طالب، النظافة اللي موجودة، قضية صيانة المدرسة الدائم، اليوم فقد مدارسنا أغلبها تأسيس منذ 60s منذ 70s 80s وحتى 90s دون صيانة، والمدارس بدأت متهالكة أكو تعب بيها، وأكو حقيقة أخرى يعني كثير من المدارس اليوم تركت هذه على نصف المشاريع وانتركت، اكو مناطق يعني حتى مناشدات بصوره شخصيه كوننا ناشطين في المجتمع المدني وعندنا منظمات مجتمع مدني، احد المناطق تمتلك اكثر من 10 مدارس وهذه ال10 مدارس هي مدارس بقيت فقط طابوق وقضيه مدارس هياكل حديديه دون انه يكون تدخل حكومي تدخل المسؤولين في انهاء هذه المدارس، في حين هذه المناطق تحتاج هكذا مدارس تحتاج عمل تحتاج إلى أنه كثير من الطلبة فيها ويدامون أكثر من شيفت في أكثر مدرسة واحدة، وبالتالي هذا يولد إرباك حتى في المسار التعليمي. إحنا اليوم نريد نصنع جيل ناجح جيل بناء جيل يأخذ على عاتقه زمام بناء العراق، بهذه الطريقة ترى المقدمات الصحيحة تقود إلى نتائج صحيحة، فلا بد أنه تكون مقدمات صحيحة وإنهاء هذه المعاناة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشكلة المدارس اللي عندنا تتكرر كل سنة، مدارس حكومية لا خدمات، طلاب أكثر المدارس وخاصة المناطق اللي البعيدة عن العاصمة بغداد كمناطق النهروان، عندنا مناطق الصويرة المحمودية، يعني أكثر المدارس اللي بيها يكون الطلاب يعني قاعد على الأرض، يعني رحلات ما عندهم، بالإضافة إلى أكو مدارس يعني من طين، مدارس القريفانات هسه اللي يسووها بالجديد، يعني مشكلة للطلاب، يعني لا تبريد لا، يعني الطالب كلش كلش يتعذب، وخاصة يعني بالفصل الشتاء، يعني احنا نعرف انه بالشتاء يعني تكون يعني البارد يعني كلش قوي، فالطلاب دا يتأذون من هاي الشغلة. الحل يعني احنا نوجه كلمة يعني للدولة انه تراعي هذا الموضوع تنظر بهذا الموضوع، يعني لان احنا اساس عندنا اساس التعليم هو يعني عندنا، يعني لازم نوفر للطلاب مدارس زين، نعوف المدارس الاهليه، يعني اكو عوائل يعني ما عندها تطل المدارس الاهليه زين، يعني مدارس اهليه اقل قسط يعني بالمدرسه الاهليه بالمليون مليون وربع زين، فاكو عوائل متضرره يعني ما تقدر انه تدخل طلابها يعني اولادها تدخلهم مدارس اهليه، فعلى الحكومه انه تنظر بهاي القضيه، يعني نعوف كل شيء ونتوجه لقضيه التعليم، لان يعني التعليم اساس عندنا اساس بالمجتمع هو التعليم.
الكل ينظر ويشوف الإهمال الحكومي الواضح على المدارس الموجودة. المدرسة هي الأساس، وإحنا يعني ربينا وكبرنا على أساس أكو مدرسة حكومية إحنا نروح له، والتعليم مجاني، وظهر من عندنا الأطباء والمهندسين وغيرها وغيرها. بالوقت الحالي إهمال الحكومة الواضح جداً للجانب التعليمي، إهمال للمدارس، البنى التحتية جدا سيئة، الطالب من يجي دا يلقى 4 طلاب على رحلة واحدة، وياريت لو تكون رحلة يعني أوكي، رحلة يعني حتى مو مال ينقعد عليها. الكرفانات اللي منتشرة، إحنا ما نعرف أكو مدارس على شكل كرفان، ما شايفين هذا الشيء، لكن حكومتنا العزيزة شوفتنا هذا الشيء، شوفتنا مدارس آيلة للسقوط. إذن بس أني سؤال أحب أوجهه، كل مواطن عراقي له ما له وعليه ما عليه، أي مؤسسة دولة دا ندخل لها دا ندفع رسوم، هذه الرسوم وين دا تروح؟ إذا لا أكو مدرسة مبنية، لا أكو شارع معبد، لا أكو طريق سليم. إحنا بس هذا السؤال اللي أتمنى أحد يجاوبنا عليه. نزلنا منشورات، كتبنا، أضعف الإيمان هو اللسان، الظاهرنا كل هذا وما جاوبنا هذا السؤال. الرسوم اللي جاي إحنا كعراقيين ندفعها بكل دوائر الدولة، يعني مو بس فقط بالتعليم، بالمرور، بالمستشفيات، بأي مكان، الوارد اللي جاي دا يجي للحكومة وين دا يروح؟ يعني طالب يقعد بكرفان، طالب يقعد مدرسة عبارة عن سقيفة وعبارة عن طين، أي تعليم هذا أنتو؟ ليش دا تجهلون الشعب؟ لما يتجهل شعبك باكر عقبة أنت راح ترتقي مستوى الدول اللي داير مدايرك، يعني إحنا راح نصعد ونكون بالفعل ناس تطلع العالم النووي ويطلع من عندنا الطبيب. كافي تجهيل، يعني احنا نريد نوصل المواطن الى مرحلة يكره يروح، يكره يدز اولاده، يبقى يشتغل حتى يدز اولاده مدرسة اهلية. اذا مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب ان نذكر نقطة مهمة، انه الطالب بالعراق عندما يروح المدرسة ما يروح يتعلم، لا، يروح يجينا انه هو عندما يطلع بأبهى صورة، يروح يرجع نلقى انه هو جاي مترب، انه بما معناه بالعامية وعلى قولته انه حالا بهذل. فنتأمل أنه الاتفاقية الصينية حسب ما ذكرت بالسنوات الفاتت أنه هناك ببناء مدارس، مدارس تكون نموذجية، لكن طلقت أعمال مشروع بناء المدارس النموذجية في العراق حسب الاتفاقية الصينية، نأمل أن المشروع يتم بيسر وسهولة، ما يكون حالة حال بقية المشاريع عندما يبنى بسنة أو يبتدي المشروع بسنة ويتوقفت 5 سنين ويرجع في السنة ويتوقف في السنتين وهكذا. نتأمل أنه ينجز بأسرع وقت ممكن حتى ننتقل إلى المرحلة المقبلة، حسب ما مؤشر أنه الآن يبتدون بألف مدرسة وبعدها راح تكون هناك سلسلة من الأبنية المدرسية. نأمل أنه يكون هذا الموضوع حقيقي وفعال، وإن شاء الله يعمل خير على الجميع. إذا مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بحلقة جديدة، إلى اللقاء.